هات لك الشباك، ما عندك شم ريحة الضيوف؟ ماني شامة شي ريحتهم منيحة. والله ريحتهم بتقرف، الله يسامحه أبي على هالضيوف يلي بيجيب لنا ياهم. اخرسي ولي، هذا أبو صياح شريكه لأبوكي بالشغل. والله من كتر ما أبي مدح فيهم، ببالي يجوا ناس هيك أشكالهم حلوة ومرتبة مو هيك، ولي الحدايا. فضايل قل هو الله أحد. عبس عبس. أمي إذا ما بتروحي هلأ وبتسكري هالموضوع معه، راح روح أنا وأرجيها إمتى هي وابنها يلي طاير عقله فيه. عيب عليكي، شو أبو من عندك ليه بتحكي عليه؟ بيشبه كل شيء إلا العرسان أمي، سمين وقصير ومدربس دربسة وما بينطس. ولك مو عيب عليكي تعيبي على خلقة الله يا وردة؟ يا عيب الشوم يا عيب الشوم. أنا ابني ما بينطس يا أم 44؟ آه؟ شوفي حالك، لو ما علبة مكي كانت الحالة بتبكي. مالك يا أم سمير؟ مالك أمي؟ أنا مو الحق عليكم، أنتوا الحق علي، أنا تركت بنات الحارة كلها وجاي أطلب بنت أخي. شوفي ليش بعدكم راسي لبرا؟ اسأل بنتك. يا أبي عمتي زعلت لأني ما رضيت أتجوز ابنها. لا مو هيك. بلا هيك، ونصيحة عمتي، روحي دوري له لابنك على شي وحدة تكون مثله بشعة وقصيرة. خلصي وشدي حالك وليه؟ ولك أنت وحدة قليلة التربية، أخي ما عرف يربيكي. اختي تعال يا ابن عمي، لك بدي طيب بخاطرها، ما بيقول علي بزعل اختي، الله يغضب عليكي يا اختي. ما في داعي تحكي يا اخي، مو الحق عليكم، الحق علي اللي جيت وطلبت بنتك. مزبوط الحق يا اخي، خلص قلنا من هالسيره بقى، انا بدي احكي بالمهم. وشو المهم اختي؟ بدي ورثتي يلي نايم عليها يا اخي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اختي انا ماني نايم عليها، وأنا مستعد أعطيك حق حظك بالبيت اللي قاعد فيه وبيت الكري والدكانة، وسبق وفتحت السيرة هي وانت سكرتي عليها. أنا ما بدي تدفع لي شيء. شو بدك لك؟ أنا بدي تعطيني بيت الكري والدكان أو البيت يلي قاعد فيه. بس يا أختي هيك أنا ما بتوفي معي. وليش بقى؟ شنو أنا البيت قاعد فيه ما فيني أطلع منه، والدكانة من وقت ما كنت صغير أنا بشتغل فيها، شو بدي أطلع منها؟ هاي مو مشكلتي. اسمع أخي، قدامك جمعة وحدة، هذه الجمعة لازم تفصل بيناتنا، وإلا وإلا شو أختي؟ يعني بدي روح على الكراكون وأشتكي. يا ميت أهلي وسهلي يا أخي الطيار، جرب البيت عشان ما تتحرك. هيك، عندك شم ريحة الضيوف؟ ماني شامة شي ريحتهم منيحة؟ والله ريحتهم بتقرف، الله يسامحه أبي على هالضيوف يلي بيجيب لنا ياهم. اخرسي ولي، هذا أبو صياح شريكه لأبوكي بالشغل. والله من كتر ما أبي مدح فيهم، ببالي يجوا ناس هيك أشكالهم حلوة ومرتبة مو هيك، ولي الحدايا. فضايل قل هو الله أحد. عبس عبس. بصراحة يا أبو عزو، أنا جاي لعندك لأطلب إيد المحروسة بنتك لابني صياح على سنة الله ورسوله. يا سيدي يا ميت أهلين وسهلين، شرفت والله، وأنا بشرفني نسبكم. بس بتعرف يا أبو صياح، الأصول نشاور البنت. لكن خود راحتك عمي، خود راحتك. بالإذن. يا شو قلتي يا بيي؟ هي والله بموت وما بتجوز هيك واحد. وطي صوتي. ما بدي وطي صوتي، خليه يسمع انه انا اجاني نص شباب الحاره وكلهم رفضتهم، مو لحتى اتجوز واحد افكار. سجي هلق سجي هلق سجي هلق، الله يغضب عليك. وجربان. ولك سكتي، يخرب بيتك يخرب بيتك. انا سمعت كل شيء، انت هنتني وزلقتني ببيتك، وهذا الشيء رح تتحاسب عليه. خليني فهمك يا ابو صياح. لا تفهمني شيء، الشغل اللي بيناتنا خلص انتهى. صياح صياح، الله يرضى عليك صياح. لك الله لا يوفقك. سوت 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 الله يوفقك. الله لا يوفقك، نزعتي علاقتي باختي، فتحتيني بالحاره. لك شباب يا ابي انا ما بيهمني، كل واحد يروح لعند يلي مثله. لك خلصي يا عمي، الله يوفقك. خلصي وشدك حالك. لا والله ما انا مستاهله. شلون بدي حل مشكلتي مع الزلمه هلا انا؟ فك شراكتي معه، شلون بدي حل مشكلتي معه؟ الله لا يوفقك، مجاهلي خلقك وصوري.
انت زودتيها كثير ورده، وبصراحه ابوكي معه حق يضربك. منيح هيك؟ لك كل اللي عم يتقدموا لك شباب واوادم واكابر ومنخيره البلد، شو صاير لك؟ يخرب بيتك. يا مو انا بدي اتجوز واحد يكون حلو ومرتب. يعني العقيد يا مو، اخته قالت لي انه عم يدوروا له على عروس وابتسمت لي، معناتها قصدن علي. يهيا يا بعت لك الهنا، شو حربوقه؟ مشان هيك اليوم الثاني عم تعزمي اخته لعنا ورايحه جاي عم تخفي. العقيد فرد برا يا ورده. يا رب الله يثبت عليك العقل ان شاء الله. يا رب يا رب. تفضلي يا اختي، هي حجه البيت والدكانه. هلا انا ماني معتازتهم، اذا انت معتازهم خليهم معك. لا والله ماني معتازهم، انا الف الحمد لله اوضاعي بخير وسلامه يعني، بس بركي انت معتازتيهم تصرفي فيهم. اختي انا اول على اخر، ما بدي اياك تزعلي مني. انا ما بزعل منك، انت اخي وسندي وابن امي وابي، وانا هلا كثير مبسوطه وبدي شارك فرحتي معك. انا من قلبي بفرح لما انت بتكوني مبسوطه يا اختي. شو القصه؟ اجاها لبنتي عريس. ان شاء الله الف مبروك. مين العريس؟ العقيد. العقيد؟ والله ونعم النسب. ان شاء الله عقبال بنتك ورده يا حق. الله يخلي لي اياكي والله يتمم على خير يا رب. الله يسلمك يا رب. وكمان رحنا شفنا له لابني سمير بنت المختار، وابو سمير بده اياك تروح معه مشان تكون جاهه. على راسي، من عيني هي او الهي. الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك يا رب. اكبر فرحه جوزه لسمير والله. اي والله ما عم صدق، شلون ريحانه بنت المختار الحلوه والمرتبه ترضى تتجوز ابن عمتي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما في منك نتيجة، لسانك متبري منك. بعدين شو ابو سمير؟ ها؟ رجال قبضاي وكريم وشغيل، يصح الا واحد مثل حكايته. ايه بس مستوى بيت عمتي مو مثل مستوى بيت المختار يابي. يا انت تحكي بالمستويات؟ لا، مستوى بيت عمتك احسن من مستوى المختار. وهلا صار احسن بعد ما العقيد حكى ببنتها لاختي. العقيد طلب سمية ابن عمي؟ ايه عم يحكوا فيها هلا. ايه ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك. تفضلي. ما قلتي لي محجوب اخوكي؟ ما في داعي نحكي بشيء معزه، بنتك ما بتلزمه لاخي. ايه طولي طولي بالك، طولي بالك محجوب. انا يلي كان كل وحده تشوفني تخطبني، هلا وحده مثل هي ما رضيت؟ ما رضيت تخطبني لاخوها الارمل ويلي عنده اولاد؟ غلطت وحلى ندماني، مستعده اتجوز حي الله واحد بدق بابي. بس يجيني ولد، بس يجيني ولد مثل ما هنن صار عندهم اولاد. مو انتي السبب، مو انتي اللي تكبرتي على العرسان اللي اجوكي وكسرتي بخاطرهم كمان. الله يسامحك، الله يسامحك يا بنتي.